الديمقراطيون يتوعدون ترامب بمواصلة التحقيق في سلوكه السياسي، فساعات بعد نشر خلاصات التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، طلب الديمقراطيون في الكونغرس من المحقق مولر الإدلاء بشهادة أمام مجلس النواب بحلول 23 من آيار مايو، كما سيواجه وزير العدل بيل بار جلسة استماع في الكونغرس يومي الأول والثاني من آيار مايو. ويقول الديمقراطيون إنهم سيركزون على مزاعم عرقلة ترامب لمسار العدالة، فإلى أين تمضي جهود إدانة ترامب وسلوكه السياسي أو اللا أخلاقي كما يصفه الكثير من الديمقراطيين المعارضين للرئيس الأمريكي؟ مساحات قاتمة في التقرير يريد الديمقراطيون كشفها بسلاح غالبيتهم في مجلس النواب. يريدون التقرير كاملا لا بل وأكثر، يريدون كل الملحقات والأدلة التي وصل إليها واستخدمها مولر. كل تلك أشياء حجبها وزير عدل ترامب ويليام بار الذي يتهمه الديمقراطيون بالانحياز والتسييس والتضليل. إن قرار وزير العدل بحجب التقرير الكامل قرار مؤسف لكنه ليس مفاجئا. سوف يتم التعامل مع كل القضايا ومع الطريقة التي يدير بها الموضوع حينما يمثل أمام اللجنة في الثاني من الشهر المقبل. حتى النسخة غير الكاملة من تقرير مولر تشير إلى أدلة مقلقة حول أن الرئيس ترامب قام بإعاقة العدالة. كيف سيكون حكمه على التقرير كاملا إذن؟ خصوم ترامب مقتنعون بأن الرئيس أعاق العدالة، وهي التهمة التي لم يبرئه التقرير منها وإن لم يدنه. أما أنصاره فمثله يظهرون الثقة بأن القضية انتهت. إن التقرير واضح في أن لا البيت الأبيض ولا هذا الرئيس ولا أي منا وقف في طريق فريق مولر. هي نفس اللهجة التي تحدث بها ترامب حينما ظهرت النتائج الأولية للتقرير قبل أسابيع، لكن أمورا كثيرة حصلت منذ ذلك الحين. في البداية نشر وزير العدل في إدارة ترامب خلاصة للتقرير أرادها أن تكون نهائية، لكن أسابيع من الضغط السياسي والإعلامي أوصلتنا إلى حيث نحن اليوم، إذ نشر التقرير كاملاً وتكاد أجزاؤه المحجوبة وملحقاته أن تنكشف أيضاً، ليكون الحكم على كل ذلك الكونغرس الديمقراطي والرأي العام الأمريكي. رافد جبوري، العربي، واشنطن. في هذه الأثناء قدمت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي مذكرة استدعاء للحصول على النسخة الكاملة من تقرير مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وكان وزير العدل ويليام بار قد قدم إلى الكونغرس التقرير الذي أعده المستشار الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، لكن بار حجب أجزاء من التقرير. ومعنا من واشنطن بروس فين، مساعد وزير العدل الأمريكي السابق. يعني الآن هذه الحجة إعاقة عمل العدالة، هل تعتقدون أنها حجة قوية أتى بها خصوم ترامب لمواجهته لاحقا؟ إن عرقلة العدالة التي لم يقرر فيها السيد مولر وضع السيد ترامب هي النقطة الأساسية التي يسعى الديمقراطيون في ملاحقة الرئيس بشأنها. ليس من الحقيقية أن التقرير برأ الرئيس بشكل كامل، ولكن أنا مقتنع بأن هذه الأدلة التي وضعها السيد مولر كانت متناقضة بعض الشيء، وأنه عندما تقوم بعزل طريق فأنت تقوم بحل انتخابات، ولا أعتقد أن هناك أدلة تقترح بأن هناك أدلة كافية لعزله من المكتب أو من منصبه
إذا كان الشعب الأمريكي غير راضي عن أفعال السيد ترامب فيستطيع ألا ينتخبوه في الانتخابات القادمة. طيب ما قصة حجب أجزاء من هذا التقرير؟ هل هذه الأجزاء التي يفترض أنها حجبت تتضمن ما يمكن أن يحول مجرى التحقيق بطريقة درامية؟ لا لا أعتقد ذلك. لقد رأيت قرأت الصفحات التقرير بالكامل. هذه الأجزاء المحذوفة لم يقوم السيد بار بحذفها ولا حتى الرئيس، وإنما الذين قاموا بحذف هذه الأجزاء كانوا أعضاء مستقلين من اللجنة. هناك أجزاء خاصة باستمرارية التحقيق، وأعتقد أن هذه الاستمرارية في التحقيق قد تتأثر إذا تم الكشف عن هذه الأجزاء في التقرير، بما في ذلك محاكمة روجر ستون. والسيد ستون كان صديقا مقربا من الرئيس، ولذلك أعتقد أن هذه المحذوفات حتى وإن تم الكشف عنها بالكامل لن تغير الأمر بشكل كبير. فالسيد مولر بالفعل كان يعرف كل هذه الأجزاء وكل هذه المحذوفات، وكان من الممكن أن يقرر بنفسه إذا كان الرئيس مذنبا أم لا. أيضا ما قصة متابعة ترامب من طرف خصومه فيما يتعلق بتاريخ سلوكه اللا أخلاقي، وهل لهذا المظهر دور في التحقيق المستمر؟ نعم، لا يوجد أي شك بأن التقرير يضر أو أنه يكشف عن بعض التصرفات والسلوكيات التي قام بها السيد ترامب والتي لا تجعله نموذجا للمواطن المثالي، ولكن العزل غير ممكن في هذه الحالة لأن الأمر ليس مجرد تصرفات لا أخلاقية، فلا يمكن أن تحل انتخابات أو نتيجة انتخابات بسبب بعض التصرفات التي تعتبر غير أخلاقية. ولهذا فهناك العديد من الأشياء التي قام بها الرئيس ترامب وهي فعلا غير أخلاقية، ولكنها لا ترتقي إلى مستوى العزل. وأعتقد أن هذه السلوكيات غير الأخلاقية سوف تكون جزءا من الانتخابات القادمة في عام 2020 والتي سوف تضر بموقف السيد ترامب. بروس فين مساعد وزير العدل الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك.